نشتغل بيها. يعني شلون نقدر نستفاد من الانتيبادي بحيث انه نسوي لنا في التقنيات نكتشف بيها الامراض، هاي معناها الميولوجيكال تكنيك. فشلون جتنا هالفكرة؟ الانتيبادي ريماركبل تولز فور ريسيرش اند دايجنوسيس، يعني هي فد شيء جدا مهم بالابحاث وبالتشخيص، يعني التحاليل التشخيص استخدم بيه الانتيبادي. شنو السبب؟ السبب الأول you can make an antibody to practically any immunogen، يعني أنا أي شيء ممكن إنه بخاصية immunogen أقدر أسوي له antibody، يعني أقدر أخلق antibody مثل ما أريد. السبب الثاني monoclonal antibody have a single specificity، يعني إنه تكون متخصصة، فما تجي تسوي لنا كروس اوفرلاب، يعني ما تصير اوفرلاب، بس عادة اذا كانت مونوكلونال يعني مثلا اسويها انتي بادي الانتيجين اسمه اي، ما راح تجي ويل بي، ما يرتبط ويل بي لان هو متخصص سبيسيفيك للانتيجين اي. So the immunogen need not to, to be pure example whole cell or lysate، يعني اذا كان عندنا مكان ب whole cell استخدم الانتي بادي اقدر ترتبط بس بالشيء اللي انا اريده واقدر استخلصه. Antibody are stable، يعني الشغلة الثالثة المهمة بيها أنه تكون stable، يعني تقدر تخليها ثلاجة أو فريزر minus 20، يعني إذا عندنا مثلا ثلاجة أو فريزر لدرجة حرارة توصل ناقص 20 أقدر أخليها سنوات عشرات السنين ما عليها شيء أقدر أعيد استخدامها. They can be covalently coupled to enzyme، يعني من جهة أقدر أربطها بإنزيمات معينة مثل كروموفورز البيوتين او شغلات ثانيه الفلورسين، هسه راح نجي نشوفها. يعني هاي الصفات اللي بيها بالانتيبادي خلتني اقدر استخدمه كتولز كوسيله للتشخيص وللابحاث. هسه نجي بس نتذكر شكل الانتيبادي، شلون شكله؟ نتذكر عندنا هيفي تشين وعندنا لايت تشين وعندنا هاي المنطقه نسميها انتيجين بايندينج فراجمنت، زين؟ او فهذا اللي قلنا انه شنو يكون متخصص المونوكلون انتيبادي، شو متخصص شلون؟ هسه هذا المكان هذا الانتيجين بايندينج سايت عندنا، اذا اخليه بهول سيل، يعني اذا عندي محلول وبيه مجموعه من الانتيجين، فهذا الانتيبادي ما انه متخصص ما راح يرتبط باي شيء، راح يرتبط فقط بهذا اللي لونه بلو. شنو السبب؟ السبب انه يكون كومباتبل هنا حسب شكل الانتيجين بايندينج سايت، فبذلك اقدر استخدمه انه اجي استخلص مثلا بروتينات، استخلص مثلا انتيجين، استخلص مثلا اعرف اقدر اعرف اذا افقد مثلا بروتين مال فيروس مال بكتيريا في المعين موجود بداخل الكراول مال الهول سيل، اقدر استخلصه بالانتي بودي. فهذا هو العالم اللي اول ما بدا اسمه كونز، البرت كونز، اللي اول ما بدا اكتشف هاي الخاصيه بالانتي بودي. فشنو كانت فكرته هو هذا كونز؟ كونز فكرته الانسايت اللي كانت عنده انتي بودي كان بي تاج، يعني الانتي بودي اقدر اخليها معلمه اسميها تاج with small fluorescent molecules and still retain their binding specificity، يعني انه انا الانتي بودي اقدر اسويها اخليها تاج وهي جزيئه متفلوره، زين، مع جزيئه متفلوره، ومع ذلك تبقى محتفظه بالبايندنج سبيسيفستي، يعني تبقى نفس القوه مالتها بالارتباط ما راح تتغير. يعني من انا اجي هذا الفلورسن، من انا اجي هذا الجهه، الجهه هاي ما انا ما استخدمها عاده، الانتي بادي من يرتبط، فهو من يرتبط، بس انا شنو المشكله؟ انه انا ما راح اقدر بداخل التيوب بداخل فكرة متفلورة، مادة يعني مشعة، هاي المادة خليها هنا بهذا الجزء، فيبقى الانتيبادي نفس الخاصية ونفس قوة الارتباط. اوكي، ممكن الانترنت عنده صار ضعيف، طلع بعدكم جاي يسمعون الصوت؟ نعم دكتورة، بس شوية نعم دكتورة يقطع شوية. شوية صار عنده ضعيف، انطاني اشارة. المهم فخل نرجع على هاي، انه هو الانتي بودي، هذا الانتي بودي له خاصيه ارتباط هنا، ما انه من انا اجي اعلمه، يعني الفكره مو هاي فكره هذا العالم كونز، قال انه من نجي نعلم هنا نخلي في ماده متفلوره، الهدف شنو؟ الهدف انه اريد اشوفه، لان انا يعني بالعين المجرده ما اقدر اشوفه، مو صحيح؟
ما حد اذا يشوف الانتي بودي يعني اذا كان موجود بلازما او داخل تيست تيوب انا راح اقدر اشوفها. فالطريقه انه اجي اعلمه اضيف فلورسن لهذا الجزء احنا نخليه، وبالتالي فالجين بايرين سيل ما راح يتاثر. فمن جربها لقي انه تبقى خاصيه الارتباط نفسها ما راح تتاثر. فذيس تاجت انتي بودي احنا راح نسميها من هنا جاي تاجت انتي بودي. تاج شنو؟ تاج مثلا فلورسنت، تاج براتين، حسب شنو هو. اول ما بدي بالفلورسنت وراء العلماء خلوا شغلات ثانيه هنا مثلا سووا تاج، فراح نسميه تاج. هذا التاج كان بي يوز از ا بروب، يعني هذا الطريقه في المجلس تو فيجواليز اقدر اشوفه. لان احنا اذا ما دام انت فلوره راح اخليه تحت مثلا هذا كان فلورسن، اكو مشهر اسمه فلورسن ميكروسكوب. هسه انتم اللي شايفينه عندنا من المختبرات احنا نسميه لايت ميكروسكوب، مو صحيح؟ اللايت يعني ياخذ السورس اليه هو الضوء الاعتيادي. بس اذا انا خليت ماده معلمه هي الفلورسن، فراح استخدم الميكروسكوب يسمونه فلورسن ميكروسكوب، عم اسوي له فيجواليز فاشوفه. فاذا عندي هنا مثلا هذا هاي السيل بها هذا في الانتجي معين وانا جي علمته وشفت اللون الاخضر، اذا انا شو استنتج؟ استنتج انه كان عندي بهذا التيوب انتجين انتي بودي رياكشن يعني والعلامه انه هاي الماده متفلوره اللي انا شفتها تحت الميكروسكوب. ف نجي نشوف هسه مثال شلون راح نقدر نشتغل. مثلا احنا اخذنا مثلا هذا التيوب مجموعه من هاي الانتجين، ماشي؟ هذا من الفلورسن وعندنا هاي من الهستوكيمستري. فنفس الشيء هذا هنا هم نفس الشيء، اكو مجموعه من الانتجينات. احنا مثل ما قلنا اكو هذا الانتجين بايدنج سايد ما راح يرتبط باي شيء ما عدا الشيء السبيسيفيك. هاي بعدين مثلا عندنا مثلا تيست نقدر نقول بلس او يعني موجب او سائر التحليل او جلدنا سته، تعتمد على شنو؟ تعتمد انه هذا الانتيبودي لقى الانتجين الكومباتبل. اذا ما لقى هنا فما راح يصير اي شيء، هالخطوات كلها ما راح تصير. يعني اذا هذا الانتجين اللي اذا انتي بودي هو سبيسيفيك لقى الانتجين اللي احنا نبحث عنه، راح تصير عندنا هذا الرياكشن وراح تعطي النتيجه بالاخير متفلوره او بالانزيم. اذا ما عندي اصلا ما راح يصير، ماشي؟ فهنا انه صار انه هذا الانتي بودي سبيسيفيك لقى الانتجين اللي ممكن يرتبط فيه ارتبط فيه. زين انا هنا ما راح اقدر اشوفه مثل ما جاي شغله انتي بودي عادي. زين شنو الشغله الثانيه اريد اسويها؟ اضيف ماده يسموها سكندري انتي بودي. بس هذا السكندري ما ضبطه هيك اعتباطا، لا، وانما بي كونجكيتد للفلورسن. هاي ماده متفلوره، هاي اللي لونها اخضر ماده متفلوره. فبهالحاله هاي انا من اجي اخليه واستخدم اليو في لايت، طبعا استخدم جهاز الفلورسن ميكروسكوب. زين ايش راح يسوي الضوء اليو في لايت؟ راح يضرب على هذا الفلورسن فينطيني لون. انا معلمته باللون الفلورسن الاخضر، يعني انا من ضفت هذا السكندري انتي بودي بلون اخضر، فراح اجي اشوف هذا اللون الاخضر راح يصير اندفجواليز هنا. راح اجي اقدر اشوف اللون الاخضر. من انا اجي اشوف اللون الاخضر شو استنتج؟ استنتج انه كان عندي بداخل هذا التست تيوب عندي انتيجين انتي بودي رياكشن. فالانتيجين اللي انا جاي ادور عليه موجود هنا. مثلا اجي ادور مثلا انتيجين مال بكتيريا معينه، من انا القى هذا، من انا تطلع عندي فلورسن واقدر اشوفه تحت المجهر، شو راح اكتب؟ اكتب هذا موجب، يعني هذا تحليله موجب انه هذا الشخص عنده هذا الانتيجي موجود. زين اذا ما لقيت، اذا اصلا ما صار وما شفت اللون الاخضر معناه هذا سالب، ما بي اي نتيجه. زين هنا هاي طريقه ثانيه نفس المبدا، بس شنو؟ تختلف الماده التاج اللي راح اعلم بيها راح شوي تختلف. شلون راح تصير؟ يونيفرستي هنا فنفس الشيء عندي هذا التست تيوب، او انه عندي هنا هذا التشيو بمجموعه من الانتيجينات. فانا عندي انتي بودي، الانتي بودي المفروض ببايندينج سايد، هذا البايندينج سايد اذا لقى الانتيجين اللي هو كومباتبل راح يرتبط ارتباط بي. فانا هم نفس الشيء اذا بقى هذا الارتباط انا ما راح اقدر اشوفه بالعين المجرده، فلازم شو اسوي؟ لازم اجيب شيء يسمونه سكندري انتي بودي ويكون تاج، اوكي؟ يكون كونجكيتد فشي معين. هنا conjugated فشي اسمه HRB. HRB يعني horse radish peroxidase اللي هو انزيم. فهذا الانزيم من انا اجي من يجي يرتبط هم راح اقدر اشوفه. فراح اجيب ماده هي substrate، اوكي؟ هاي ماده substrate
سبستريت راح اضيفها لتست اتيو. من اضيفها راح شو اشوف هنا؟ راح اشوف كلر بريسبتيت اكتف ريت على اللوكيشن اوف انتجين. يعني تطور جديد بال باللوكال اديت. لا ما أعرف اسمع جاي هذا سؤال أو يعني باك جراوند أو شيء. دكتورة كملي. أوكي ما أعرف شيء. لا سؤال عادي أجاوبه بس بصراحة ما سمعت شنو. دكتورة بالغلط افتح المايك. أوكي ماشي. إيه فهسه شنو عندنا؟ قلنا إنه أنا سويت تاج بهاي المادة هي HRB horse radish peroxidase. هاي المادة هي عبارة عن إنزيم، إحنا نعرف بيروكسي دايز أي إس إي بنهاية أي كلمة معناها هي إنزيم، فالإنزيم يشتغل على شنو؟ يريد له سبستريت، فأنا أجي أنطيه هنا السبستريت، زين؟ فمن ينطي السبستريت؟ السبستريت إذا أكو هذا الإنزيم راح تنطيني كلر بريسبتيت، يعني فالتغير اللوني، يعني بالحالة اعتيادية تست تيوب يكون مثلا كلرلس، ما بي أي لون. إذا أنا عندي هذا الإنتاجين أنتو البادر رياكشن، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي لون، تنطيني لون. دي بهذا التست تيوب عندي انتيجين انتي بودي ريأكشن ارتبط ويا السكندري انتي بودي والهارت بيروكسيدايز ولذلك انطاني هذا اللون الموجود، فاقول انه هذا التحليل مالته موجب. اذا ما صار عندي هذا ما موجود اصلا هذا الارتباط فراح اكتب هنا سالب اذا ماكو. فهن الفكرتين نفس الشيء بس هنا نفروباثي strong fine granules stain for قطع كل شيء ما سمعنا هسه انقطع هسه مو انقطع هسه عندكم اي دكتوره اي اعتقد هسه رجع الصوت هسه جاي تسمعون واضح اي دكتوره اوكي هذا هسه جاي تشوفون هنا هاي جاي تشوفون اكوفد ستيننج هاي مو ماده مشعه هاي جرين فلورسن زين هاي سترونج فاين جرانول ستيننج فور اي جي جي اند ليس انتنس جرانول ستيننج فور سي ار الونج كابيلاري لوبس لوحه اي جي ام واي جي اي Presence of IgA and C1Q and the deposit has been proposed as marker for SLE MGN. يعني احنا ماخذين هذا التشو زين وصابغينه بانتيجين بانتيبودي، انتيبودي معلم. فاذا كان موجود عندنا الـ IgA والـ C1Q شو معناه؟ معناه هذا الشخص مصاب بالـ SLE اللي هو Systemic Lupus Erythematosus. اوكي؟ باعتبار انه عنده هذا الـ IgA والـ C1Q. شلون عرفته؟ سوينا له صبغ stained بانتيبادي مضاف الى الفلورسن فتحت المشهر الفلورسن يجذب على اليوبي لايت تعطيني هذا اللون اوكي فهي وحده من تطبيقاته بالانتيبادي هذا هذا شلون هنا عندنا الدابي اف اي تي سي طريقه قياس المواد المشعه الموجوده الدابي هي بصبغه يصبغ بها النواه والاف اي تي سي والهاي لون ريد ممكن نقراها يعني هذا الفلورسن يجي يطلع من الصباغ نقدر نقرأ على ويف لين زين وحسب شنو حسب الترانسميشن برسنتج الخلف ما يطلع بس مجرد تشوفونه يعني تشوفون شلون يقرون النتائج so some consideration for fluorescent staining usually require freshly snap frozen tissue إذا أرى نشتغل فلورسن عادة هذا الصبغ عادة يحتاج fresh frozen tissue يعني فهاي أحيانا تكون هاي صعوباتها conjugated antibody are less stable than native molecules are less sensitive تكون ال antibody conjugated تكون أقل ثباتا وتكون حساسة بالإضاءة for fixed tissue immunohistochemistry is preferable can be quantitated using laser capture fluorescence microscope أنه أقدر أقيس ال quantity quantity quality quantity يعني الكمية فأنا مثلا هسه هنا اللي قبلها هنا مو كل patient تطلع نفس الشيء زين فهذه حتى هاي الانتنس يعني هاي القوة مالت الفلورسن تنطيك مثلا تعطيني فد قياس فد رينج معين indicator مثلا هذا البيشنت جد عنده نسبته وهذا تترجم على شكل ارقام
راح تنطيني هذا مثلا نسبة هذا الديزيز اللي عندك كذا كذا وهكذا، يعني تنطيني حسب شنو، حسب الانتنسيتي للفلورسنت. هنا أنا قلنا فلورسنت ميكروسكوب أو عندنا الكونفوكال ميكروسكوب نستخدمها. هاي الصورة يعني هاي صورة جدا جميلة تنطيك ال، هاي بيها ستينينج، هذا صابغين ال ستينينج لل لل للتشيو بشنو، بأكثر من صبغة. هنا هذا الجرين فلورسن، هذا اللون الأخضر، هذا يسمونه النواة، هذا يسمونه دابي، يسمون به النواة. يعني هذا هنا يصبغ به الستركتشرز والبقية اللي بداخل السيل. يعني انه هاي فائده الانتيبودي، الانتيبودي من انا معلم اقدر اصبغ المكان ده حتى انا اعرف، يعني اقدر اعرف انه هذا مثلا النواه مكانها هنا، اعرف اذا اقصد مثلا فالستركشرات موجوده بداخل النيوكليو المفروض موجوده بالنيوكليوس، بس بحالات معينه تطلع تلقاها بالسيتوبلازم. فمن اجي اصبغها والقاها بالسيتوبلازم اقول يعني انه هذا الشخص ابنورمال. شو السبب؟ انه هذا ال طلع خارج المكان. ايش قطع دكتوره؟ شو الانترنت عندي زين؟ خاف من يمك انت بس، لان ما انطاني اشارات. دكتوره كنا يقطع يمنا؟ اعتقد جزئين اليوم مطر، شو كان الانترنت الصبح مو هالقد. إيه قطع يمي، تعطيني إشارة interrupted يعني internet or something، بس هسه ما منطيني أي إشارة، خاف بس يمك القطيع. anyway إذا ترجع أرجع على قبله دكتورة الصوت كلش مو واضح. الصوت مو واضح؟ ما واضح الصوت. يعني يروح ويرجع الصوت. طلاب فيكم صوت مو واضح؟ أكو واحد الصوت عنده واضح؟ دكتورة مو واضح هذا. مقطع دكتورة. والله بداية صح، عشان انطاني إشارة يقطع شوية على هاي السلايد اللي قبله. هذا خلينا نرجع من هنا. هنا مثلا هنا هذا الإميون فلورسنت صبغنا أنتي بودي مثل من نوع الـ IgA، صبغنا الـ IgA علمناها بلون أخضر اللي هو الفلورسن، وجينا صبغنا هذا التشو، فحسب الـ intensity راح ينطيني الـ SLE. فمن ينطيني هذا الـ intense ونسبة معينة من أجل أنا أقرب للـ immune fluorescent راح أقول أن هذا الشخص بوزيتيف عنده SLE. أوكي؟ هذا اللي هنا طريقة قياسه زين بالويف لينث، يعني شلون انتم تقيسوا اقيس الويف لينث لهذه حسب القياس حسب الانتنس راح يعطيني شنو ايش قد موجود عندي هذا الانتي بودي. اوكي يعطيكم هذا الاطلاع، يعني بس تشوفون طريقة الحساب مالته. الصعوبات انه اول شيء يحتاج فريش سناب فروزن تيشو، يعني تكون فريش تكون الانتي بودي اللي مستخدمها هنا احيانا تكون ليس ستيبل وتكون حساسه بالاضاءه، فهي مشكله. تكون ايضا تكون اذا كان عندنا فيكس تيشو دائما الاميون تيشو مثل ما قلنا من اخلي عليها ليزر اوكي يو في او ليزر حسب الطريقه اللي انا استخدمها اقدر احسب بالضبط شنو ايش قد عندي انا انتي بودي. زين هذا الشكل ايش سوينا هنا؟ صبغنا النيوكليوس دابي، هاي الصبغه صبغنا مثلا هذا البروتين موجود بال معناها شنو؟ معناها انه اي جزء داخل الخليه ممكن انا اسوي له انتي بودي واجي اقدر اصبغه بحيث اقدر اشوفه. يعني راح اشوف بالدقه هذه التراكيب. ميثود فور دايجنوسيس الاميون ديفيوجن عندي بعد طرق ثانيه في الاميون ديفيوجن
عندي الهيموجلوتينيشن واللاتكس اجلوتينيشنز او عندي الكومبليت فيكسيشنز، وعندي طريقه جدا مشهوره اسمها الإلايزا، يعني هي اختصار بالانزيم لينكد اميون سوربنت اساي، وعندي وسترن بلوت اند اذر فيتروفوريتيك ميثود. اوكي، طرق ثانيه اللي استخدم بيها الوسترن عاده البروتين، اقيس بيه البروتين. عندنا هسه هاي طريقه اسمها الفلو سيتومتري. الفلو سيتومتري زين، الفلورسن اكتيفيتد سيل سورتنج، سموها ايضا الفاكس. اوكي، هاي اختصارها. شنطة اسمها سيل سورتنج، يعني انا اجي اوزع ال شلون ارتب السيلز، يعني ارتبها بتيوبات. مثلا اريد هذا السيل هاي النوعية هاي النوعية، كل وحدة تجي بتيوب، ما تنسون فلفلات، اريد بحد ارجع اجي اقيسهم واعرف شنو كميتهم. مثلا هذا العينة اخذتها من الفيشنت whatever، فبداخل بطريقة الفلو سيتومتري اقدر اقيسها. شنو فكرته؟ فكرته انه ايضا انا راح استخدم تاج، اوكي، هو الانتي انتي اي انتي بي، هاي الانتي بودي، اجي اعلم كل وحده من هاي السيل حسب حسب هي شنو. مثلا هاي الانتي اي لها اكو انتي بي، ووحده اخليها انستيند تكون كنترول عاده هاي الانستين. بعدين شنو راح راح استخدم الليزر، اوكي، فراح تجي ننزل هذا الليكويد داخل الـ هذا الـ كل هنا، تجي هنا ليزر راح يضرب عليها، فالليزر راح يصنفها، فحيصنفها حسب شنو هذا التيوب او هذا التيوب هذا التيوب، حسب شنو، حسب هي شنو، حسب شنو انت بدل مرتبط بيها. فاذا كانت هاي النوعيه من A minus B plus حتكون هنا، او النوعيه الثانيه، فحسب شنو، حسب انت بدل مرتبط بيها، باعتبار طريقه يسميها طريقه الفاكس. الانتيبادي اسول فور كوانتيتينج بروتين اند اولموست ايفريثينج ايلس، يعني هي طريقه اقدر احسب بيها كميه البروتينات. المونوكلونال انتيبادي ار اكسكويشنلي سبيسيفيك، اسينشالي اني مولكيولز كان بي كوانتيتيتد، اي ماده انا اقدر اقيسها كميتها. ات هيلبس تو هاف تو مونوكلونالز وذ ديفرنت سبيسيفيسيتي. اذا كان استخدم طريقه اسمها الساندويتش، هسه راح نشرحها طريقه الساندويتش. Example of what measured. هسه هاي الطرق الموجودة بالمختبرات، يعني قياس أي هرمون، هي طرق مناعية أغلبها. أقدر أقيس كمية الدراج أيضا، أقدر الدراج هم أقيسها. السيتوكاينز المفرز. Tumor derived protein مثلا PSA، هذا prostate specific antigen، مثلا هذا حاد سرطان البروستات، أقدر هذا البروتين أيضا أقيسه بطرق الطرق المناعية اللي نقدر نستخدمها إحنا. Sensitivity to NG level at least nanogram، يعني تكون جدا حساسة، والكميات حتى لو قليلة بالنانوغرام أقدر شنو، أقدر أسويها detection بالانتيبودي. فهسه نجي طريقة الساندويتش. من اسمها الساندويتش، شو مختلفة عن الطرق الاعتيادية؟ إنه طبعا هو هذا الإلايزا، زين، هنا أنا كابتشر أنتو هذا الانتيبودي، يكون already coated، يعني هاي بها بلايت بها walls wells. الwells كل واحدة تكون بها coated بهذا الانتيبودي، capture antibody. زين، يجي أنا أخلي التيوب البي التارجت بودي، فإذا البروتين مالتي موجود في التست تيوب مثلا هذا البيشنت معين، البروتين راح يتربط هنا مثلا. زين، نفرض أن هذا البروتين نوع أي نوع من الهرمونات، الديتكشن انتيبودي يرتبط فقط بهذا البروتين، راح يجي يرتبط هنا بالتاج بروتين. فشوفوا هسه شكلها صار شنو، انتيجين ومنه انتيبودي مش الايزا. بعدين هالحد هنا اهم راح اقدر اشوفه، حتى الايزا ما راح اقدر اشوفه. زين، هاي الطريقه اسمها الساندويتش. فهنا انا ما راح اقدر أشوفه، راح أحتاج إلى horse radish peroxidase اللي هو هذا ال HRB. زين، horse radish peroxidase هذا linked antibody راح أضيفه. قلنا ال horse radish peroxidase هو عبارة عن إنزيم، فأي إنزيم، أي إنزيم أنا شو أحتاج له؟ أحتاج له substrate، عمود أجي أشوفه. فإذا ضفت ال substrate وقلت هاي ال whales اللي هنا انطتني لون، مثلا هاي اللي هنا موجودة
لأنه هو شو لونه؟ لونه أزرق، أنطتني اللون الأزرق مثلا، هاي شو معناه؟ معناه هذا الشخص موجب، أو إنه عندي نسبة معينة من هذا الهرمون موجود، ونسبته أقدر أقرأها هو حخليه على جهاز يقرأ لي كمية البروتين أو الهرمون الموجود هنا أنا مثلا. زين، إذا بقى colorless يعني ضبط السبستريت وما أنطاني أي لون، معناه شنو؟ معناه الإنزيم ما موجود، ومعناه هذا الساندويتش نهائيا ما متكون، فمعناه شنو؟ تكون عندي نيجاتيف أو أنطيه صفر أو فتشي يقلب على الصفر حسب شنو قرأ لي الجهاز. أوكي، فهاي الطريقة يسموها الساندويتش إلايزا. هسه هذا هو الإلايزا بلايت، يعني كل وحدة نذني كل وحدة بيها هذا نفس هذا الرياكشن اللي سولفنا عليه. إذا اشتغل كل وحدة ممكن تشتغل، كل وحدة ممكن تكون البيشنت واحد. أوكي، مثلا هنا هاي البيشنت، هذا الثاني، وهكذا. أوكي، 96 هاي 12، هنا ايس، مجموعها يكون 96 ويلز. وهذا الجهاز هو الجهاز يقرأ، يعني انت جاي تشوفه هنا هذا الخط. منين اجى اللون؟ احنا قلنا السبستريت منين نجي نضيفها؟ يشتغل عليها الانزيم الاتش ار بي اللي هو البيروكسيدايز، فاذا اشتغل عليها حينطيني لون، وحسب الانتنسيتي للون يعني حسب شده اللون راح يقرا الجهاز. مثلا هذا الشخص مثلا عنده راح يطلع 10، مثلا الصف راح يطلع 15، وهكذا حسب شنو؟ حسب الانتنسيتي هذا اللون راح ينطيني القراءه، وبالتالي بتطلع عندي النتيجه. فالاساس بالشغل كله هو اساس مناعي، يعني الانتي بودي استخدمتها انه اجي اقرا بيها واشخص واقرا بيها القراءات البيشنت، سواء كان هرمون، سواء كان بروتين الفيروس معين او بكتيريا whatever. اذا ساعدنا هذا اكيد شايفين هذا التيست، يكون اذا طلع عندي خطين يكون بريجننت، اذا خط واحد نون بريجننت، وايضا اكو هسه الكوفيد 19 هم الى هذا الاشرطه نستخدمها. فنجي نعرف شلون نشتغل هذا الشريط. هذا الشغل تقريبا نفس الشغل اللي سولفنا عليه بالإلايزا، يعني هو عباره عن انه الانتيجين، الانتيجين هنا راح يكون يمثل لي الاتش سي جي هرمون الاس اذا اخلي اليورين سامبل هنا. زين، فانا اصلا عندي هنا انتي بودي ليبل، فهذا الانتي بودي اذا ارتبط بالاي اس تي جي ايش راح يصير؟ راح يجي ياخذها هنا هذا المكان اللي هو تيست لاين، راح تجي مع انها مرتبطه من جهه هذا الانتي بودي اي، من الجهه الثانيه راح يرتبط بالانتي بودي بي، فراح يطلع عندي التيست لاين يعطيني لون بسبب انه هذا الماده المعلمه اجت هنا فانطتني اللون. زين، بينما هنا هاي الخط الثاني هو خط كنترول، يعني المفروض ما ينطيني اي، ما يصير بي اي ارتباط. فما راح يرتبط عندي، فصير عندي هذا اللاين وهذا اللاين. زين، فهذا هو طريقه عمل هاي الاشرطه، يعني هم نفس الشيء انتي جين انتي بودي ريكشن، والانتي بودي واحد منهم معلم بحيث ينطيني الخط ينطيني اللون. أكو طريقة ثانية يسموها immune diffusion detection of antibody. immune diffusion شنو يعني؟ أنه أخلي العينة مثلا بلازما، أخلي البلازما زين، وهنا أنا عندي anti antibody هذا اللي أريده، مثلا هذا البلايت مثلا anti anti antibody لل IgM مثلا، أخلي هنا العينة مثلا البلازما أو السيرم مال البيشنت، فراح يصير عندي diffusion. حسب هذا diffusion هنا راح أجي أقيسه، يعني إذا صار عندي ارتباط بنسبة معينة عند هذا الشخص قيم نسبة الانتيبودي عنده، إذا ما عندي أي ديفيوشن ولا هذا نيجاتيف ما بي أي شيء. هسه عندي طريقة الهيم اجلوتينيشن اون مايكرو تايتر بلايت. هاي طريقة هيم اجلوتينيشن. هيم اجلوتينيشن من اسمها يعني شلون تجمع للهيم، يعني الار بي سي. هسه هاي ار بي سي يعني دم. اوكي، يعني الار بي سي مالت ناخذها من دم شخص، يعني فهاي الار بي سي لها خاصية
كريات الدم الحمراء لها خاصية أقدر أعلمها بأنتيجين زين، يعني إذا عندي مثلا ار بي سي وخليتها بأنتيجين، الأنتيجين اللي يقدر يرتبط على سطح الار بي سي، فيصير عندي إذا صار عندي أجلتينيشن مثلا عندي هذا بوزيتيف هذا موجب، إذا كان شكله هالشكل فهو موجب، إذا شكله هالشكل فهو نيجاتيف. شو الفرق بين الموجب وبين النيجاتيف؟ انه هذا الار بي سي تتجمع تصير مثل محببه، اذا مثلا شايفين في التيست او مشتغلين في التيست مال البلد جروب، اذا مسوينه نفسكم يعني بالبيولوجي بكلاس ثاني شايفين يصير عندنا كل سلايد تحبب، يعني سلايد يصير كلش محبب، فهذا احنا نسميه اجلوتينيشن، اللي هذا التحبب يصير اجلوتينيشن. فاذا صار عندي اجلوتينيشن فهو موجب، إذا ما كان اجلوتينيشن فهو سالب. شنو السبب الاجلوتينيشن؟ هسه نشوف شنو السبب اللي صار فيه. مبدأ العمل يسمونه باس اجلوتينيشن أو هيم اجلوتينيشن. هيم اجلوتينيشن، هيم يعني هو الار بي سي، اجلوتينيشن يعني تتجمع هيك تصير محببة كلها سوا. فاجلوتينيشن تيست دان وذ سوليبل انتيجين كوتد اون ا بارتيكل، يعني هذا الار بي سي أنا خليتها كوتد بالأنتيجين، قلنا إنه الـ RBC كريات الدم الحمراء لها قدرة إنه ترتبط مع الأنتيجين، يعني إذا مثلا جبتها أو أوريدي في أنتيجين معين هذا يعني في التيوب بـ RBC وخليتها مثلا أوفر نايت أو فترة معينة وياها مادة ثانية وخذت بها الأنتيجين، إيش راح يصير؟ الأنتيجين راح يطبق على سطح الـ RBC. فما إنه أنتيجين أنا شو أسوي؟ أجيب انتيبادي، الانتيبادي من تجي ترتبط منه بهذا الانتيجين راح تجي تجمع الار بي سي سوا. فالار بي سي انا كوسيله رؤيه، يعني اجي اشوف الانتيجين، انا انت قلنا الانتيبادي والانتيجين انا ما اقدر اشوفه، فجاي استخدم الار بي سي استخدم الفلورسن انا على مود اجي فيجواليز على مود اجي اشوف. فاذا اتجمع عندي الار بي سي بهالشكل هذا فانا معناه شنو عندي؟ اجلوتينيشن measurement of antibody to soluble. فنرجع للي قبله، فهذا من عندي يلي هنا موجب، شنو معناه؟ معناه مثل الصورة اللي قبلها، صار عندي antibody ارتبط ويا هاي الRBCات وخلاها هالشكل تنفرش بالويل بالهذا هذا شلون مثل هذا كاملة، يعني عبارة عن plates okay، وهذا plates بي wells هاي wells هاي الحفر، فهاي الحفرة بيها شنو؟ بيها هاي بيها RBC وبيها antibody وبها الانتيجين، فذني من الجماعة تعطيني اجلوتينيشن تحبب، فأنا أقول عليه موجب. من الـ RBC وحدة هنا صار بالنص يعني ما متحببة ما عندي هذا الاجلوتينيشن، فأنا أقول عليه هذا سالب نيجاتيف. هواية عندنا كلش هواية تحاليل بالمختبرات على هذا التحبب، أكيد أتوقع يوجد شايفيها مثلا من ضمنها تحليل البلود جروب فصائل الدم، هم نفس الشيء بنشوف اجلوتينيشن تقول موجب، من ماكو اجلوتينيشن تقول سالب. مثلا A فصيلة A فصيلة B، فصير هالشكل هم نفس الشيء، تحبب اكو اذا هو موجب، ماكو تحبب فهي سالبة. هذا التحليل يسمونه كومز تيست، دايركت كومز تيست، اللي هو هاي الارثروسايت تكون عليها انتي بودي زين، هاي عليها الانتي سيرم، فمثل عندنا هالشكل من يصير عندنا الانتي انتي بودي تعطينا اجلوتينيشن، معناه هذا شنو عندي؟ عندي تحب يعني عندي صار عندي تفاعل ما بين الانتي بودي وهذا الانتيجين اوكي، فمعناه شنو هذا؟ اذا صار عندي هذا الاجلوتينيشن بهالحاله هاي حالة هو الكوم ستيس يستخدمونه بنقل الدم يعني من شخص الى شخص، فاذا انا مثلا قبل ما انقل الدم بهذا الشخص شو اسوي له؟ اسوي له تحليل اسمه كوم تيست. كومز فكرته انه الار بي سي مال هذا الشخص مثلا هذا المتبرع، اجي انا اخذ انتي سيرم يعني اخذ البلازما او السيرم من الشخص المتلقي، الشخص اللي راح يعني الريسيبينت اللي راح يتلقى الدم، يعني قبل ما اضيف له الدم، قبل ما اضيف له الدم بالحقيقه نسوي له هذا التحليل بالمختبر. فمن تاخذ الار بي سي له لهذا الشخص المتبرع وتجي تمزجها ويا الانتي سيرم للشخص المتلقي للريسيبيان، اذا ما صار هذا اذا صار هذا التحليل عندي اجلوتينيشن ايش راح يصير؟ معناه انه هذا الشخص ما اقدر انطيه هذا البلود،
شنو معناها؟ معناها انه اذا انطيت البلاد راح يصير عنده تحبب داخل جسم الاجلينيشن داخل جسم هذا الشخص، واحتمال يسبب له الوفاة. بس اذا ما صار عندي هذا الاجلينيشن، لا معناه انه هذا الاريثروسايت يعني هذا الدم ممكن انطي هذا الشخص وما عندي مشكله. فهذا اسمه التحليل، هذا اسمه الكونسيس، موجود بكل مصارف الدم. هم الاساس مالته، الاساس مالته مناعي، يعتمد على الترابط اللي يصير الاجلينيشن ما بين السيرم وما بين الاريثروسايت المتبرع. زين، نجي لأنواع الإلايزا. أوكي، عندنا أكو نوع يسمونه direct إلايزا و indirect إلايزا، وعندنا الساندويتش. فالدايركت إلايزا شنو طريقته؟ مثل ما صرحنا من الساعة قلنا هو أنتيجين. زين، هذا الأنتيجين إذا موجود، مثلا أنا أجيب تست تيوب، إذا هذا البيشنت عندي عنده الأنتيجين، الأنتيبادي أنا مثلا حضرت هذا الأنتيجين المعين، مثلا شنو حسب نوع ال التست. مثلا هذا الشخص عنده مثلا مثلا بي اس اي، اوكي، اللي هو بروستيت سبيسيفيك انتيجين. اذا هذا الانتيجين موجود، فاحنا بالتيوب احنا اصلا مشترين هاي الماده او الانتي بودي اللي هو كونجيجيتد ويا الانزيم. زين، من هذا الانزيم يجي يرتبط ويا الانتي بودي، اجي اضيف له سبستريت، إذا أعطاني لون معناه هو هذا أكو عندي هذا الأنتيجين موجود داخل تست تيوب، أكو فذر أكشن صار وأنطيه موجب. إذا ما صار، إذا أصلا هذا الأنتيجين ما يرهمل هذا الأنتيبادي، إذا هذا التحليل نيجاتيف. بس الطريقة شنو الطريقة؟ أنا استخدمت بها أنتيبادي واحد، فسميتها أنا سميها طريقة دايركت. إذا أنا استخدمت أكثر من أنتيبادي، أوكي، وبصورة غير مباشرة، يعني الأنتيبادي المعلم ما راح يكون مباشرة يتوقع على الأنتيجين، فأي سميها الإندايركت أنتيبادي. أنه مثل الحالة الأولى أنتيبادي ارتبط، بس هذا الأنتيبادي ما معلم بأي شيء، وبالتالي ما راح أقدر أشوفه، فأحتاج شنو؟ أحتاج أجيب أنتيبادي ثاني معلم. هذا الأنتيبادي له قوة ارتباط فقط بالأنتيبادي، ما يرتبط بالأنتيجين، يعني يسمونه هذا الرياكشن أنتي أنتيبادي. من أقول أنتي أنتيبادي يعني أنتيبادي مرتبط بأنتيبادي. Okay. من أقول antigen antibody reaction معناه antigen antibody reaction، فهذا يسمونه anti antibody. زين، هذا الانتي antibody الثاني اللي ضفته معلم بال هذا الانزيم. فهذا الانزيم يحتاج لنا هورسترز هو انزيم، فيحتاج الى سبستريت او تسوي له فيجوالايز واشوفه. فاذا انطاني سبستريت، انطاني قراءه، أقول أنه عندي موجب وهذا الأنتيجين موجود. إذا ما موجود أكتب نيجاتيف. بس الطريقة أسميها الإندايركت. ليش إندايركت؟ لأن الأنتيبادي اللي ارتبط بالأنتيجين مو هو اللي شفته مباشر، لا، عن طريق أنتيبادي ثاني، فسميها طريقة غير مباشرة، إندايركت أسي. طريقة الساندويتش هي من الساعة صرفنا عليها، طريقة الساندويتش أنه الويلز، هاي طبعا كل وحدة عبارة عن ويل، إحنا مو قلنا 96 ويلز. فهذا يعني ينتج او من اشتري الإلايزا او من انا احضر الإلايزا، الإلايزا بكل ويل معلم بهاي الماده، معلم بهذا الانتيبادي. يعني هذا تكون شلون مثل مرتبط بالقعر الويلز، يعني قعر هاي الحفر مال الإلايزا، يعني مربوطه في ماده معينه اسمها كوتينج، نربطها بيها بحيث انه ما يعني حتى من نغسل الويلز ما راح تروح هذا الانتيبادي. فطريقه الساندويتش انه لازم عندي اورا انتيبادي هو اوريدي موجود هنا، فراح يرتبط ويا من؟ يرتبط ويا الانتيجين. زين، ينجي يرتبط وياها انتيبادي من ثالث ثاني. فهذا اللي هو انتي انتي، هذا الانتيبادي مرتبط بالانتيجين، وهذا الانتيجين مرتبط بالانتيبادي بالبلايت. مع ذلك هذا ما راح اقدر اشوفه. شنو السبب؟ ما جاي اشوف اي تاج هنا، ماكو اي شيء معلم. فاحتاج شنو؟ احتاج هذا الانتي انتيبادي المعلم بالإنزيم اللي يرتبط بالأنتيبادي الثاني. فصار عندي ثلاثة أنتيبادي هنا، أوكي؟ فهاي سميها ساندويتش. هي ساندويتش مو على الأنتيبادي هنا، ساندويتش مجرد أنه كل أنتيجين بالنص ما بين أنتيبادي تو أنتيبادي، أنا سميها ساندويتش. يعني أكون نقاط عنها عادة من تلقى الإلايزا من الجهة المنطق تلقى شيء اسمه أودي من Optical Density، هي قراءة، يعني هو الجهاز يجي يقرأ حسب الترانسميشن، هذا الجهاز حسب الانتنسيتي للسبستريت يجي يقرأها. إذا لقاها colorless
راح تبقى زيرو، بها لون قليل راح نعطيها قراءة بس قليلة، بها لون دارك راح تعطينا موجب، وحسب شنو؟ حسب القراءة، حسب الدنسيتي راح نعطي مثلا ايش قد التايتر لها. How to make ELISA quantitative issue of toxicity and stickiness. بس أحيانا هم عندنا التخصص والستيكنس، يعني أحيانا يصير عندنا بمشاكل، زي ما أنه إحنا أكثر من أنتيبودي أحيانا يصير عندنا مشاكل، بس شنو نسبتها ضئيلة. أكو طريقة، زين أكو طريقة يسموها الويسترن بلوت، ويسترن بلوت الطريقة الغربية هاي أبحث فيها عن البروتين، هاي طريقة استخلاص البروتين أو البحث عن البروتين. مثلا أنا عندي تيست تيوب، مثلا مريض معين، هاي التيست تيوب في مجموعة بروتينات، زين هاي بروتينات، البروتينات سوا موجودة بالتيست تيوب، أنا ما راح أقدر أميزها. مثلا هذا جاي يدور على بروتين مثلا الفد سرطان معين، أنا مثلا ما راح أقدر أميزها بداخل التيست تيوب، شو راح أشوفها؟ فاكتشف هاي الطريقة. هاي الطريقة تعتمد على كتروفوريسيس، يعني اللي هو تم اقتنيه بالبايوكيمستري كتروفوريسيس ال SDS بولي أكر أمايد جل، يعني هذا يكون شلون الجل، زين، أو طريقة ترحيل كهربائي، يعني تخلي جل وتخلي مثلا تزرق العينة هاي اللي هي مجموعة بروتينات هنا، يعني وتخلي جهاز كهربائي، فحسب الوزن الجزيئي راح تجي ترتب هالشكل، راح تفصلها حسب وزنها الجزيئي. فتنفصل على هذا الجل، راح تشوف المجموعة حسب وزنها الجزيئي مختلفات حسب سرعتها بالترحيل الكهربائي، فتبقى عندي هالشكل. بس أنا ما أعرف مثلا منو من عندها مثلا هذا الانتجي البروتين اللي أنا جاي أدور عليه، ما راح يعني بالنظر مجرد أنه فصلتهم، بس أنا منهم ذني اللي أنا أريده ما أعرف. فهنا راح نستخدم الانتيبودي، بما أنه إحنا يوم نشوف محاضرتنا على أهمية الأنتيبادي واستخداماتها، شلون الاستخدامات الطبية، استخداماتها الصناعية بالريسيرش. فالأنتيبادي، فأنا مثلا جاي أدور مثلا على هذا البروتين معين، هذا البروتين أقف الأنتيبادي، مثلا جاي الشركة مثلا يشتغلين أنتيبادي إله، فهذا الأنتيبادي راح ما يرتبط بأي شيء هنا، راح يرتبط فقط بالبروتين اللي أنا جاي أدور عليه، فراح يجي لي مثلا مكانه، مع أنه الأنتيبادي ما راح أخليه هالشكل، أكيد أنه فد بمادة معلمة. فأضفت هنا أنا ضفت صرت إنكوبيت وهي الأنتيبادي، زين، وراها شنو جت غسلت، يعني هو الأنتيبادي مثلا جزء أكو يسمونه كروس رياكشن، جزء بتوي بروتين ثاني بس بشكل مو قوي، فأنا شو أسوي له؟ أجي أغسله. من أغسله راح يبقى عندي فقط الارتباط القوي اللي هو الأنتيجين، الأنتيجين اللي هو يعني هنا بروتين يعتبر أنتيجين مرتبط ويا من وهي الأنتيبادي، فهذا الارتباط. Inactivate with the enzyme linked antibody and then wash excess antibody and activate color reaction. فراح أحرك طوي الانتيبادي الثاني، جاي شوف هسه لون الانتيبادي، هذا لونه أسود وهنا لونه أحمر الثاني جبته. هذا الأحمر ويا اللي هو اللي ويا انزيم بحد أقدر أضيف له substrate تنطيني قراءة. فبينطيني قراءة، إيش معناها؟ معناها إنه عشان هذا التست تيوب اللي أخذت مثلا من هذا البيشنت معين بها البروتين أنا جاي أدور عليه، فأقول هذا الشخص موجب موجود عندي هذا البروتين، ومثلا اقدر اقيسها وقراءتها مثلا كذا نسبتها. اذا ما موجود، اذا ما صار عندي هذا الارتباط، اقول لا هذا الشخص سالب وما هذا البروتين ما موجود عنده بهذا التست. يعني ايا كان البروتين ادور شنو نوع البروتين، مثلا هرمون، بروتين السرطان، بروتين اي شيء، بروتين اقيسه بهاي الطريقه. واحيانا اصلا هاي الطريقه مو يعني شلون اصير بها شلون سورتنج، يعني اقدر هذا ينقص هذا الجل، كل واحد ينقص على جهة، وأقدر كل واحد أخليه يعني أستخلصه بحيث أنه أقدر أخلي أستخلص أي بروتين موجود بهذا الجول. فإلى استخدامات يعني متعددة. هذا هو شكل الجول، هذا يعني typical western blood، يكون هذا شكله، شو شلون ترتيبه حسب الوزن. طبعا هذا هنا يسمونه ladder، هذا هنا control حسب الوزن الجزيئي. فمن انا اجي ارحل البروتينات اجي اشوفها حسب، يعني اجي اقارنها ويا هذا الكنترول، هذا كنترول، واعرف قد الاوزان الجزيئيه هنا، فاجي اقارنها اشوفها قد وزنها. فهاي استخداماته الويسترن بلوت، زين determine the antibody specificity الويسترن بلوت best semi quantitative، يعني نقيس بها الكميه، بس هي سمي مو جدا اقيس بها الكميات. Some antibody do not blot
يعني احيانا انه من عيوبها بعض الانتيبادي ما يقدر يعني ما يصير فيها ارتباط قوي مثل بروبرتي ان داتا برزنتيشن. طريقه ثانيه استخدامات المناعيه طريقه سيلر اميونولوجي. عندنا مثلا الريد بام ان سكين هاي مال ديفتيريا من مثلا تجي تزرق في الشغلات بالسكين زين وصير عندك هاي البامب فهذا شنو يعطيك انديكيتر يعني مثلا شلون طريقه انه صار عندي من يصير عندي احمرار بمكان مثلا هذا الشخص حقا تبي السكين فصير عندي بامب ريد بامب بامب يعني شلون احمرار وشويه سولر شوي منتفق معناها شنو؟ معناها عندي انتيجين انتي بودي رياكشن في هاي المنطقه فهذا الشخص عنده هذا الانتي بودي. تبدأ على شو اسمه على الدنسيتي وعلى المونوكلونال انتي بودي مونوكلونال سيلز. هذا عندنا الفايكول سيبريشنز اجي انه عاده هذا هو البلود اوكي فإذا أقدر إذا أقدر أفصل هالشكل أفصل بلازما أفصل هاي السيل هاي أفصل الـ RBC عنه وهاي مادة الفايكول هاي أقدر أفصل الخلايا منطقة الخلايا المناعية المونونيوكليوسايت المونوسايت using isolated BM PPM هذا الناس من PPM study immunity أقدر أقيسه زين اقيس كاونت بالفلو سيستم تذكرون الاول سلايد قلنا نسوي سورتنج بالليزر فاقدر بالليزر هذا الانواع الموجوده بالدم اقدر اسوي لها كاونت يعني اقدر اقيسها بالفلو سيستم عن طريق الليزر اقدر اقيس مثلا يطلع يطلع عندي ايش قد عندي نيوتروفيل ايش قد عندي مونوسايت عندنا اقدر اقيس الانتيجينات الموجوده زين اقدر استخدم هاي الماده اللي هي الثايميدين ترتبط مع الدي ان اي اقدر اقيس السميه اقدر اقيس السيتوكاينات اقدر اقيس كلتشر اقدر مثلا اقيسها زين هاي هاي ايضا طريقه لقياس السيتوكاينات تقول نفس المبدا انه تاخذ العينه تجي تقيسها بجهاز وبعدين تسوي كوانتيفاي بالكمبيوتر هاي طريقة قياس السيتوكاينز اساي مثلا هو هنا هو بروتين اوكي مجموعة كراود لبروتين اقدر فطريقة انه شنو الشركات وفرة يسموها بيد يعني شلون هاي يسموها بيد هاي الدائرية بيها كونجكيت وذ انتي بودي فانا مثلا هذا الكراود جاي ادور على بروتين مثلا هذا اللون اللون اخضر هذا ادور عليه ما انا راح استخدم انا بس هذا البيد هذا البي انتي بودي فهذا الانتي بودي راح يرتبط فقط بهذا اللون الاخضر هذا بروتين ما راح يرتبط بشيء ثاني من ارتبط به صار كونجيجيتد اجي اضيف له بايوتين ريليتد ديتكشن انتي بودي يعني انتي بودي بهذا اللون بهذا الاصفر هذا الاصفر هو بايوتين يعني هي ماده معلمه سواء كانت بايوتين فلورسين الانزيم هنا كلها نفس الشغل بس هذا الجهاز جاي يشتغل على هذا البروتين من ضفت هالشكل صار عندي هذا البيت هاي مرتبطة مع هذا مع هذا البيوتين نجي نضيف لهاي هاي مادة هاي المادة الاس السابي هاي السابي احضنها واجي اقيس هذا الجهاز نضيف قراءة يعني نشوف ان المبدأ نفسه المبدأ الاساس عبارة عن انتيبودي مرتبط مع الانتيجين اللي انا جاي ادور عليه فانا بس هنا انا علمت بطريقة ثانية هاي علمت بالبيت وبالبيوتين وهاي المادة المادة المختلفة بس المبدأ العمل سواء كان هاي البيوتين سواء كان الفلورسين سواء كان الإنزيم هو نفس الشغل يعني نفس المبدأ جاي أشتغله بس مجرد المواد أحيانا أغيرها والجهاز يتغير شنو السبب هسه أكيد واحد منكم راح يقول شنو السبب ليش أنا جاي أغير الفلورسين خلينا نشتغل فقط بالفلورسين يعني لقوا أنه أحيانا فقط يعني بعض البروتينات بعض الأنتي بودي تعلمها بالفلورسن تشتغل عليها ما تشتغل بروتين ثاني ما تشتغل عليها الفلورسن او يطلع الديتكشن ضعيف فاستخدموا مواد ثانيه مثل البيوتين استخدموا الانزيم زين واحيانا ايضا هو اول شيء الفلورسن احيانا الكوست الكلفه
فعادة الإنزيم يكون أقل كلفة، فهذه تكون عادة مكلفة وهذا الجهاز يكون مكلف. فال الهورسلش بيروكسيديز الإنزيم يكون أقل كلفة، بس شنو الحساسية مالته أقل. زين يعني الفلورسن هو تقريبا أفضل شيء، بس عادة الفلورسن يكون إكسبنسيف. هاي طريقة القياس، أكيد طلع ما شوفوه. طيب هاي آخر شيء، هاي مجموعة الشغلات ممكن ندور عليها بداخل الخلايا السرطانية، مثلا ممكن فوكس بي 3 وليفر، هاي ممكن تطلع بس مجرد شنو الشغلات ممكن ندور عليها. عندنا هسه الميكروفيج ديفرنشيات، يعني ممكن تتخصص. زين تخصص عندنا هسه عندنا M1 وعندنا M2، هاي M1 M2 أعتقد هذا كافي، يعني ما راح أعتقد إن وقتنا تقريبا خلص. زين راح أخليه لحد هنا المحاضرة، ما راح أكملها، وراح يعني لأن هسه تقريبا حطينا 10 دقائق، فعادي أعطيكم مجال السؤال إذا عندكم سؤال.